بونسوار مي زيليف، دونك اليوم دخلنا نخدمو سيكونس جديده. كنا قرينا السيكونس الاولى، سالينا هاي لي زاكتيفيتي اللي فيها. دونك اليوم غادي نشوفو نوفيل سيكونس، يعني لا سيكونس 2. هاد لا سيكونس هادي غادي نقراو فيها لي كاركتيرستيك دان ايديتوريال، يعني غنقراو لي كاركتيرستيك يعني الخصائص المميزات باش كيتميز ليا ليديتوريال. دونك باش بلا ما نحتاج نتافونطي، يعني دابا نقول لكم شنو في الفيديو غادي نمشيو نشوفو مرحله بمرحله شنو هو ليديتوريال، فين هي فين جات البلاصه ديالو في لا اون، يعني هاد ليديتوريال اللي نتعلموه في لا اون، وغنخرجوا منه غير المكونات، يعني كيفاش كيتكون، الا بغيت نكتبوا شنو خصو يكون هنا، شنو يكون هنا، شنو يكون هنا. ومن بعد غادي نعطيكم واحد ليديتو اخر غنقراوه بشكل واضح، حيت هادو ديال الكتوبه ما واضحينش بزاف وكتكون فيهم شي حاجات صعيبه عليا، يعني على النيفو هكا ديال التلاميذ، شي حاجه اللي بسيطه نعطيها لكم في فيديو بالنسبه للكتوبه بجوج، اللي كيقرا باركور واللي كيقرا فرونسي او كوليج، حيت عندكم نفس الدروس، غير الكتوبه عندكم مبدلين تقريبا نفس الدروس. فيديو اخر غادي نخدم معكم ايديتو، يكون يعني نجيبو انا يكون هكا ساهل ونتعلمو كيفاش نصايبو حنا ايديتو، من بعد ملي نتعرفو شنو هو ليديتو وفين البلاصه ديالو وشنو المكونات ديالو نتعلمو ونصايبوه في حصه ديال الانشاء. دونك دابا نبداو الدرس ديالنا. هنا كيف ما كتشوفو هنا اثرت عليها سيكونس 2 ليديتوريال. دونك ليديتوريال لوبجيكتيف، يعني الهدف ديال هاد السيونس هادي نعرفو شنو هو ليديتوريال، كيفاش نخرجوا لي ديتوري المكونات ديالو، كيفاش حنا نتعلموا نكتبوه. دونك كاس اسئله يبدا يخدم معكم الاستاذ، يعني قبل ما يبدا يشرح لكم شنو هو لي ديتوريال، وكنقدروا نقولوا له حتى ايديتو، يعني اللي سمعتوا الاستاذ كيقول ايديتو يعني راه غير لابريفياسيون راه ايديتوريال. دونك مثلا يسولكم يقول لك كيس كوننا اتودي دون لا ديرنيير سيكونس. دابا حنا كنقراو سيكونس 2، فلا سيكونس الاولى شنو كنا كنقراو؟ دابا غنقراو هاد لا سيكونس كامله، يعني اكتيفيتي ليكتور فيها لونغ اورال اكري، يعني سيكونس وحده كامله غير ليديتوريال، مكونات الخصائص فين جات بلاصتو كيفاش نتعلمو نكتبوه. دونك سؤال يقول لك شنو قرينا حنا في الحصه اللي فاتت؟ كتذكير حنا قرينا لي كومبوزون دو لا اون، قرينا المكونات ديال لا اون. لا اون هي لا بروميير باج دان جورنال، هي الصفحه الاولى في الجورنال. دونك يسولك دو كوا سو كومبوز لا اون، مناش كتكون لا اون الا قرينا المكونات ديالها، مناش بعدا كتكون شنو كنلقاو فيها؟ دونك فيها لو بوندو، لا مونشيت، لي زيلوستراسيون يعني التصاور، لي زارتيكل المقالات، وبيان سور كنلقاو حتى لي ديتو لي ديتوريال حتى هو كنلقاه. وعندنا يعني ما تبقى داك مونشيت بلوتون اوغاي سو تريبون شوفال، داكشي اللي لقيناه هادوك يعني عباره عن دي زارتيكل. هنا لو تيتغ لي كاركتيرستيك دان ايديتوريال، يعني خصنا نقراو اهم حاجه نعرفو شنو هما الخصائص ديال لي ديتوريال باش نهار يوصلوا للانشاء انت اصلا عارفو مناش كيتكون هاد لي ديتو، عارفو مناش كيتكون. اللي غنخرجوهم دابا كلهم عباره عن اسئله، يعني نخدم معكم الاسئله اللي كاينين. قبل ما نخدم نعطيكم بعدا فكره شنو هو لي ديتو، بعدا شنو هو، وعاد ندوزو للاسئله. دونك هذه قاعده ما نخليهاش على الاخر دابا باش تكونوا فاهمين شنو كنديرو. اذا لي ديتوريال اي تان ارتيكل دو بريس، هو واحد لارتيكل مقاله ديال الصحافه، كون تروف سور لا اون دان جورنال، انا ما كنلقاوها في لا اون، يعني فين كنلقاو لي ديتو بالضبط البلاصه ديالو في الصفحه الاولى في الجورنال. ياك شنو هو دابا هاد لي ديتو؟ قالك هو مقاله، زيد اي لي جينيرالمون اكري بار لو ديريكتور ou le directeur le rédacteur en chef يعني المدير، ولا رئيس التحرير rédacteur en chef du journal. رئيس التحرير ديال الجورنال هو اللي كيكتب لنا هاد لي ديتو. علاش كيكتب دابا هاد المقاله؟ علاش كيكتب؟ شنو فيها؟ il expose كيعرض لنا فيها l'orientation générale du journal، كيعرض لنا فيها كيقدم لنا فيها التوجه ديال الجورنال، يعني لا فوكاسيون ديال الجورنال توجه، يعني يقول لك انا هاد الجورنال ديالي كيهضر مثلا على بوليتيك سياسه، يقول لك انا الجورنال ديالي كيهضر على السياسه، كنهضر فيه على الحرب، كندير يعني كيبدا يقول لنا الجورنال بحال كيعطينا الغيزومي على الجورنال ديالو. هذه هي لا اون، يعني فين جات البلاصه ديال لي ديتو بالضبط البلاصه ديالو، يعني او سو تروف لا بلاص ايديتوريال، يعني جات فين جات بلاصتو هنايا. دونك هذه هي لا اون، يعني كتذكير بوندو مونشيت اوغاي دروات اوغاي غوش. دونك هذيك اللي درت ليها انا اطار اللي هي سو تريبون، عندنا سو تريبون دروات شنو كنديرو فيه؟ مقاله عادي وتصويره، لكن هذاك اللي غوش كنديرو فيه تما فين كنكتبو المقاله ديال ليديتوريال.
وعن اللي ممكن من بعد كيفاش تكتبوها سطر بسطر، نخرجوا مكونات يعني كتكونين من هذا الشيء وهذا الشيء وهذا الشيء، ونتعلموا ديك الساعه نطبقوهم. دونك دابا هذا هو اللي ديتو هنا كيف ما كتشوفوا. السؤال يقول لك استاذ يلاه شوف دو كيل جونغ دو دوكيمون ساجيتيل، اشنو هو الدوكيمون اللي كيبان لكم بلورونج؟ شنو هذا الشيء؟ كما كنسولكم ديما لو جونغ حيت كتحط في الامتحان. هذا ان ارتيكل يعني مقاله. كيلو لو تيتر دو تيكست، هاد لي دو طون يعني كفكره قبل ما ندخل اسئله الكتاب، راه ملي تبغوا تكتبوا الامتحان لي دو طون كتسميو لي دو طون ديالكم، حتى هو عنده عنوان. اذا دابا شنو هو لو تيتر؟ هو هذا اللي درت له اطار، هذا هو العنوان ديالو. انت ملي تكتب اي دو طون كتعطيه السميه بحال اللي كتعطي السميه ديال لا اون ديالك. سؤال اخر مثلا، شو هذا الشيء اللي كنخرجوا من لي دو طون؟ دابا هادو اللي كنخرجوا من لي دو طون النهار اللي تبغوا تكتبوا خصكم ديروهم، يعني تعطيو عنوان. هاد الازادو عباره عن اسئله باش تحط لكم اديتو تعرفوا تجاوبوا، من بعد غادي نخدم معاكم امتحانات باش تتعلموا. دونك هنا كاين لي سونوتور، شكون الكاتب؟ هو دارت له اطار في التحت سميتو، ملي كيسالي داك رئيس الحريه كيكتب سميتو هكا باختصار الحرف الاول من سميه ومن الكنيه. كو ريبريزونت لوستراسيون اون با دو تيكست، هذيك التصويره اللي لتحت التكست هذه اللي درت لها دابا اطار، قال لك شنو كتقدم ليا، اش كيبان لكم فيها؟ هنا عندنا غتقولوا لا اون، غتقولوا جورنال. دونك هذه شنو كتبان؟ الشكل ديالها مبدل. دونك هذه اون ouverture de magazine، هنا افتتاح ديال واحد ماغازين. ماغازين يعني مجله، كاين فرق ما بين مجله وما بين جورنال اللي هي جريده. دونك هنا كتبغي تضيف شي تصويره اللي ديتو ديالك كتكون هضرتي عليها في لو تيكست. كي لوني لو نو، هاد الماغازين هادي شنو لو نو ديالها؟ دونك انا كنحاول نعطيكم اسئله اللي ممكن يسولكم الاستاذ، وعاد نشوفوا اسئله ديال الكتاب باش تاخذوا فكره. دونك لو نو ديالها هو داك اللي الفوق، يعني داك الدراري اللي فوق منهم هذاك هو لو نو. دابا نشوفوا لي كيسيون. سو كيل فورم سو بريزونت سو دوكيمون، قالك شنو هو لا فورم ديال هاد لو دوكيمون هذا اللي هو هذا اللي قدامكم، يعني سو كيل فورم قدموا لكم لي ديتو، ولكن على اين شكل عطاوه لكم، كيفاش كتبوه لكم، باين طريقه، يعني قدموا لكم سو فورم دي نورونج، دايرينو في الرسمه رسمين ايديتو مزوقينو رسمينو، دايرينو سو فورم دي اورونج يعني نص ليمونه هكا وكاتبين فيها. هذا سؤال يعني من هادو من لي كيسيون ديال لو تيكست. نشوفوا السؤال الثاني، دو اتيل اكستري، يعني منين مقتطف؟ دو اتيل اكستري، منين مقتطف ليا هاد هاد لي ديتو؟ هو مقتطف منين دو اتيل اكستري؟ مقتطف من لا اون دان جورنال، منين جابوه لينا هاد اللي هذا؟ راه جابوه من واحد لا اون. troisième question à qui s'adresse l'auteur et l'auteur ديال هاد لي دو طون اللي من موجه الهضره في هاد لارتيكل ديالو اطون نافي، يعني في نظرك اللي من موجه هاد الهضره ديالو هاد لي دو طون، يعني اللي شكون غيقراه؟ دونك لي في اي لي غارسون هما اللي غادي يقراو هاد لي دو طون هذا، يعني اللي من موجهها سادريسي، يعني شكون هو الديستيناتير ديالو؟ نقراو هاد لي دو طون نشرح لكم شنو فيه. بارلي دو تو، اذا تو قلنا كيكون التوجه ديالك انت دابا كتلميذ، غتصايب لا اون، غتصايب لا اون ديالك، غتجي للجنب وغتكتب لي ديتو بحال الريزومي، غتقول انا في هاد لا اون هادي غنهضر على هاد المقاله وغنهضر على هاد التوجه وغادي نحط لكم، وديما غنبقى نعطيكم الجديد ديال لي زاكتيفيتي اللي كنديرو في القسم، يعني بحال اللي كتعطي وانا هضرت على هاد لي تيم وهضرت على هاد لي تيم، هاد المواضيع هضرت على العنف المدرسي وهضرت على الدخول المدرسي وهضرت على، يعني كاع داك المواضيع اللي عندك انت في لا اون ديالك لي زارتيكل، غتجمع داكشي كله والافكار كلها تجمعها وتحطها على شكل باراغراف فقره. دونك انا غادي نعلمكم كيفاش تكتبوها بشويه، دابا ما غاديش نعلمكم حيت يلا اول مره تشوفوا لي ديتو، يلا نتعلموا بعدا المكونات نقراو ونعرفوا مناش كيتكون، ومن بعد نتعلموا كيفاش كنكتبوا، يعني باش نبقاو غادي خطوه بخطوه باش ما نتبلوكاوش. دونك دابا نشرح لكم هاد لي ديتو باش نشوفوا يعني علاش كيهضر هاد اللي كاتبو، شنو هضر فيه، شنو هما المواضيع. بارلي دو تو، يعني تهضر على نهضر على كلشي. دو غيان، غير اونصومبل، نضحكو مجموعين. تو بارطاجي، نبارطاجيو كلشي، يعني فهاد لا اون ديالنا نهضرو على كلشي، لي زيموسيون، العواطف، لي سونتيمون، الاحاسيس، لي زامبرسيون، لي ديسكسيون، افواغ لو بليزير دو سو تخوفي دو سو كونيتر، يعني يكون يعني بحال اللي كي موتيفي دابا هاد لا هاد لي ديتو، غادي يكون عندك تلقى راسك سو كونيتر دو سو ريكونيتر وكلشي يعرفك. ابين سي تون كيتي نافواغ بلو كين انفي سيل دو سو روتروفي. C'est fou quand on y pense. Ce lien qui nous unit, quand on a un ami, même si l'autre
اي ديفيرون، يعني كتجمعنا واصدقاء واخا الاخر كيكون ديفيرون مبدل مهما كانت في او غارسون، يعني موجه للبنات والدراري هاد لا اون ديالنا، يعني كدير بحال بروجي دو كلاس راك مصيفطو لكلشي. او كي سي ماغازين دو بابيي، يعني عيط صايب ماغازين مجله ديال الوراق، سي بيان كو تو سوا لا، يعني هنا فين قلنا كيوجه الهضره، كيوجه لك الهضره، كيقول سي بيان كو تو سوا لا، جو تاتوندي انتظرك بور تو كيير دي لو بروميير باج. سولا revient strictement au même. Viens, agis, suis-moi, t'bini, tourne la page, clip la page. يعني هاد لي ديتو بحال كيقول لك يلاه اقرا لي الجورنال ديالي، قلب لا باج. ما شرحتوش انا شي شرح ولا حكرت على الكلمات حيت ما هاميناش، حيت انا ملي غادي نعلمكم غتكون طريقه اخرى، ماشي هاد الجمل كاع النيت، طريقه اخرى نعلمكم واحد الطريقه في شكل انكم تخدموه ساهله، اما هكا كيتفلسف اجي يقلب الورقه ديال. المهم حنا نشوفوا طريقه اخرى اللي تجيكم نتوما ساهله، اما باش تضرب الطريقه صعيبه، يعني بحال القاعده اللي تجيكم ساهله. دونك هذا السؤال الاول غوليف لي زانديس داك الفقره جوغوتي، يعني فيها التعريف ديال ليديتوريال. ثاني هنا السؤال غوليف لي زانديس، تخرج لي زانديس كي مونتخ لي كيبينو ان لوتور سادريس ديريكتومون او ليكتور، يعني كيهضر مع القراء نيشان في هاد ليديتوريال وكيهضر معاه نيشان. هذه هي الجمله اللي كتبين تي سوا لا، يعني كيهضر معاك تي بحال الديالوغ كيهضر معاك دابا. دونك هي دي تي سوا لا جو تاتوندي، يعني كيهضر معاك. دوزيام كيسيون غوليف دون لو تيكست، خرج من هاد لوك لي ديتو دوز اكسبرسيون، جوج العبارات انفيتون لو جون ليكتور، يعني كتحث على لو جون ليكتور ا اتر لامي دو ماغازين، انه يكون الصديق ديال ماغازين. دونك هنا هادي هي ليديتور، رجعوا له هادو هما لي زيكسبرسيون، عبارات اللي كيدلوا على انه كيحط الناس، يعني انفيتي كيعرض عليهم انه يكون لامي دو ماغازين، افوار لو بليزير دو سو تروفي سو كونيتر دو سو ريكونيتر، يعني يكون معروف من لا ماغازين. ثروازيام كيستيون كيل لو دومين دو ريفيرونس دو ماغازين، سون كرينو او سون دومين دو سبيسياليتي. دونك دومين ولا سبيسياليتي يعني لا ليكتور، ان هادشي كامل الهدف ديالو القراءه. لا ديغنييغ كيسيون كيل لا فيزي دو سو تيكست ا طون نافي، يعني شنو هو لو بوت اللي بغى يوصل لنا هاد لو تيكست هذا. وكيف ما شفنا انه شوف هو كل اديتو كيفاش كيتكتب، ما كاينش شي حاجه معينه اللي غتكتبها وغتركز عليها، انت حر بحال اللي كتصايب برودكسيون خاصه ديالك تهضر فيها تعبر بالطريقه اللي بغيتي. اللي ما ركزتش على داك لي ديتو حيت الطريقه اللي غنعلمكم غتكون بسيطه باش تجيك ساهله في الامتحان، وفي نفس الوقت مرتبه فيها داك الشيء مرتب، يعني كتهضر على في الاول كدير مقدمه، يعني كيفاش كتمهد الدخله، من بعد كتقول لو تيم لي تيم ديالك اللي عندك في هاد لا اون، يعني كنبقاو غادي هكا بواحد الطريقه منظمه من الاحسن، يعني باش تعرف لي زيتاب علاش كتهضر ماشي غير عشوائي. دونك لا فيزي دو سو تيكست، يعني شنو هو لو بي ديال هاد لو تيكست هذا. دونك انسيتي لي كي كيحط لي لي جون لي زيليف، يعني كيف ما كانوا لي غارسون لي في على لا ليكتور.